دلوقتي هنعمل وصفتنا الثالثة وهي تشيز كيك البرتقال. الوصفة دي علشان نعملها عايزين 3 كوبايات بسكوت مطحون، وعايزين 100 جرام زبدة، عايزين 400 جرام جبنة كريمي، ومعلقتين صغيرين جيلاتين، نص كوباية عصير برتقال، واتنين كيس كريمة بودرة، واحد جيلي برتقال، وعايزين 2 كوب كريمة، وعايزين كريمة مخفوقة للوش. تمام؟ دلوقتي أول حاجة عايزين نعملها إن احنا نحط البسكوت بتاعنا علشان نفرده ونعمل القاعدة بتاعتنا. فإحنا هنا بندوب في الزبدة، وحطينا هنا البسكوت المطحون. هناخد بقى الزبدة اللي عندنا وهنحطها على البسكوت. نحطها في الفريزر لغاية ما نعمل الحشوة بتاعتنا. وزي ما دايما بنقول، الجبنة لازم تكون طالعة بره التلاجة على الأقل بساعة علشان خاطر تبقى بحرارة الغرفة ويبقى سهل إن احنا نقدر نشتغل بيها. هنبتدي بقى نضيف بقية المكونات. عندنا الكريمة 2 كوباية، وعندنا الكريمة البودرة، عصير البرتقال اللي عندنا عصير برتقال متصفي، هاخده هحطه على او يعني جزء منه على الجيلاتين وهسيبه لغايه ما يدوب. وهناخد في نفس الوقت الجيلي اللي عندنا وهندوبه في نص كوبايه ميه سخنه. هنا الجيلاتين يدوب، هناخد بقى كل ده وهنحطهم على بعض، الجيلي وعصير البرتقال هنخفقهم. خلاص كده تمام. دلوقتي هاخدها واحطها في التلاجة وهستنى لغاية ما تبرد عشان خاطر نحط لها الحاجات اللي هنحطها على الوش، اللي هي الكريمة المخفوقة وشرايح برتقال، وممكن كمان لو تحبوا تحطوا شرايح لوز. شرايح اللوز بتبقى حلوة قوي مع البرتقال.